يقول السائل: رجل قدم إلى مكة المكرمة في الحج وكان متمتعا وعمل مناسك الحج وفي طواف الإفاضة قدم السعي على الطواف عملا بقاعدة افعل ولا حرج، فما الحكم؟ والله هذا مسألة فيها خطورة، وأفتى بها بعض العلماء بجواز تقديم السعي على الطواف، أفتى به بعض العلماء، ولكن الجمهور وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والذي عليه العمل أن السعي لا يكون إلا بعد طواف. فهذا إن أمكن أنه يعيد السعي فإنه يعيده، أحوط له يعيده إذا أمكن، أحوط له وأبرى لذمته. نعم.